للأسف مفيش أي علاج. هي المفروض إن هم الدكاترة في مصر مفهمين إن مفيش علاج، وإن هم المفروض يعيشوا طول عمرهم يشربوا اللبن ده، هو اللي بيعوضهم عن البروتين، يشربوا بس اللبن ده. عندها مرض نوع من انواع التمثيل الغذائي اسمه بيكيو، ده بيمنعها من اي اكل فيه اي بروتين نباتي او حيواني. ليها كل الانواع الاكل الخاص ده. انا اكتشفتها في الاول لما كان عمرها سنه، كانت متاخره في القعده والمشي، وبدات مع الوقت بتتاخر اكتر. بدات اعرضها على دكاتره مخ واعصاب، وكانوا بيقولوا ان هي ما عندهاش حاجه، او عندها نقص كالسيوم، او نقص خلايا في المخ، وكان كل العلاج بتاعه عبارة عن فيتامينات بس. فقعدت ألف كتير طبعا، وأعمل إشاعات وعلاج طبيعي، وكنت بعمل تخاطف كل الوقت ده وبلف، وما قدرتش أوصل لعندها إيه. والدكاترة كانوا بيشخصوها غلط للأسف، كان في دكاترة بيشخصوها توحد وفرط حركة. فبدأت يعني كان عندها عمر سنتين ونص، ووصلت لدكتور وراثة، هو اللي بدأ شخصها وقال إن هي بيكيو، والمفروض ان البيكيو ده ان هي تتحرم من الاكل والبروتين. فطبعا انا بدات ابحث يعني ايه مش هتاكل، يعني ايه الاكل بتاعنا هيكون ممنوع عنها. فبدات ادخل على الجروبات واقرا عن المرض، عرفت ان هي مش هتاكل الاكل بتاعنا، مش هتاكل اي لحوم ولا البان، لان يعتبر الاكل ده بيعمل لها تسمم في المخ. دقيق خاص، هو ده شكل الدقيق الخاص بتاعها. وفي انواع تانية برضو، كذا شركة منزلة الدقيق، ممنوع اي حاجة من الدقيق، ولا عيش ولا مكرونة. طبعا مشتقات الدقيق زي المكرونات باشكالها بقى وانواعها، والشعرية، اي حاجة من مشتقات الدقيق ممنوع عنها. وطبعا في عيش خاص اللي هو انا عاملة منه الحواوشي، ده بديل حواوشي. لو احنا عاملين مثلا اكلين حواوشي او اي حاجة من الكلام ده، فبعمل لها بديل الاكل. لا للاسف مفيش اي علاج. هي المفروض ان هم الدكاتره في مصر مفهمين ان مفيش علاج، وان هم المفروض يعيشوا طول عمرهم يشربوا اللبن ده، هو اللي بيعوضهم عن البروتين، يشربوا بس اللبن ده. ومفيش اي علاج في مصر غير هم علاجهم ان هم ياكلوا الاكل الخاص. We'll be right back.